السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد نجار شركة النيل. باختصار بترد إلينا عدة أسئلة أو أسئلة كثيرة حوالين أو حول كيفية الاختيار الأمثل للمعدات الخاصة بتجهيز خط إنتاج أعلاف متكامل. طبعا السوق مليء بالمعدات، بالورش، بالصناعية، بكثير من أهل المجال وأهل الاختصاص، وكل إنسان وليه مدرسته أو ليه مدرسته في هذا المجال. المجال كبير جدا وفيه مدارس عديدة ومدارس متفوقة، وهنقول كده لكل إنسان وليه رزقه. أهم شيء في هذا الخصوص لما يدخل عليك حد جديد في المجال تنصحه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه بيضع بعض الأموال اللي هو مدخرها، أو إذا كان هيحصل على كارد لأن هو يدخل في التفكير لخطوات إنشاء وتجهيز شيء هياكل منه عيش، هيبني عليه تخطيطاته، هيبني عليه المستقبل اللي جاي. لما هنتكلم عن المدرسة الأساسية في إنشاء وتجهيز خط إنتاج أعلاف متكامل، سواء دواجن في المقام الأول أو مواشي أو أرانب أو عموما خط إنتاج علف حيواني متكامل، أقدر أشغله دواجن في المقام الأول في فترة السيزون. إذا حبيت أنظف الخط بعد كده، إذا لم يكن لدي رصيد من الوارد أو طلبات العلف الدواجن، اقدر اعمل عمليه تنظيف لخط الانتاج بحيث ان انا اقدر اغير الجزء البلت اللي هو الضاي، سواء كان 6 مللي او 8 مللي او 10 او 12 مللي، بيتم تغيير هذا الجزء من البريسه البلت ميل المكبس، وبيتم تغيير النشاط لانتاج علف حيواني خاص بالمواشي والابل والاغنام في فتره السيزون الخاصه باعلاف الحيوانات. لما هنتكلم عن انشاء الخط اللي بتتكلم عنه المدرسه الحديثه في 2021، لابد ان نختار وبعنايه العمود الفقري لخط الانتاج. ايه هو العمود الفقري لخط الانتاج؟ العمود الفقري لخط الانتاج بيتمثل في وحدة الجرش اللي هي المجرشة، وحدة الخلط، الخلاط لابد ان هو يكون خلاط افقي سواء ثنائي المحور او احادي، ويفضل دايما ان يكون خلاط استلس تيل ثنائي المحور، يعني ببدالين، يكون ببدالين. عملية البدالين في الخلاط بتعمل تجانس في الخامات بحيث ان المنتج النهائي حتى بعد عملية لما بيدخل على البخار، بيدخل عليه البخار وبيتم عملية الطبخ، بيكون في خلط استثنائي غير الخلاط اللي هو في المرحلة الأولى اللي بعد وحدة الجرش. ولكن الخلاط لما بيكون ثنائي المحور ببدالين، بيتم عملية التجانس. المنتج النهائي لو أنا بعمل خلطة 23% بروتين او 21% بروتين او 19% او علف حيواني 18 او 11 ايا كان، ما بيطلعش عندي جوال او كيس او شكارة فيها نسبة بروتين 13 والتانية 19 والتالتة 23. فلابد من عملية التجانس في الخامات، ان التجانس ده بيقوم بيه عملية الخلاط، مش اي خلاط والسلام. اروح اجيب برميل واعمله في ورشة واعمل فيه بدال هو بيقلب وخلاص، العملية مش عملية بقلب وخلاص. لازم اكون ذو خلفية في المجال، تمام. ده بالنسبة لعملية الخلط في وحدة الخلاط اللي هي رقم 2 واللي هي اساسيات او العمود الفقري لانشاء خط انتاج عنف. رقم 3 اللي هو البريسة او البلت ميل المكبس. المكبس من اهم اساسيات خط الانتاج، واللي هو المحور رقم 3 في الاساسيات، الفقره الصلبه في العمود الفقري. والمكبس اذا لم يتم انتقاؤه حسب المعايير الحديثه لانشاء خط انتاج علف
هعاني كتير جدا، هكون صارف كتير جدا على الخط، والمكبس ده هيوقفني وهيوقف حالي وهيتعبني وهيبوظ نفسيتي وهيخرب عليا كل المخططات اللي انا بدأت فيها. ليه؟ لان زي ما قلنا هي مدارس، السوق مكتظ بشركات تجارة خطوط إنتاج الأعلاف أو تجارة معدات مصانع الأعلاف، وكل واحد ليه مدرسته، ونحسب جميع الناس على خير. ولكن لما بنتكلم على مدرسة الأعلاف الحديثة، إحنا بنعطي نصائح للناس كيفية اختيار المكبس المناسب. كيفية اختيار المكبس المناسب، كيفية اختيار المكبس المناسب لخط الانتاج الخاص بيا، سواء هتكون الانتاجية 3 طن في الساعة، 5 طن في الساعة، 10 طن في الساعة، 15 طن، إلخ. برضو قبل النصايح اللي أنا هقولها في كيفية اختيار المكبس أو البريسة المناسبة لخط الانتاج، لازم أكون على علم. لو أنا هبدأ خط انتاج وهنزل السوق وهنافس، لازم نعرف ان انشاء خط انتاج علف او مشروع العلف من المشاريع التقليديه المكرره التي لا تموت. خط انتاج علف او مضرب رز مشاريع مكرره جدا، كل ما بتمشي حوالي 100 متر بتتعتر في خط انتاج علف او في مصنع علف. ولكن مين فيهم اللي بيطلع، ومين فيهم اللي بيظهر في الصوره، ومين فيهم اللي بيفضل ثابت، ومين فيهم اللي بيفضل يعني يرتقي الى ما لا نهايه؟ اللي بيفضل يرتقي فيهم الى ما لا نهايه اللي هو ما بيبداش بطاقه انتاجيه صغيره. النهارده السوق مليء بخطوط انتاج الاعلاف. انا النهارده عشان اعمل خط انتاج 1 طن يكلف عليا كهرباء ويكلف عليا عماله، وبعد ما اتعرف لما اعمل تركيبه كويسه الضغط هيزيد عليا، طب انا هبدا بقى يعني قعدت سنه واتكلفت، هبدا بقى افك الخط واجيب ابدا اجيب خط تاني. طيب ما انا لو عملت خط 1 طن مش هكسب منه في ظل المنافسه الشرسه في السوق من خطوط انتاج، خطوط انتاج 5 طن 10 طن 20 30 وانت طالع، مش هتقدر تنافس في وسط دولت. يبقى اذا الطاقه المناسبه للتجاره وان انا يكون يدخل لي ربح من المجال، اقل شيء اقل طاقه انتاجيه 3 طن ان لم يكن 5 طن في الساعه. تمام، بنقول الكلام ده من قلب الواقع، بنقول كلام عملي، وتقدر تسأل وتقدر تستشير أهل المجال إذا مفيش ثقة في هذا الكلام. 1 طن في الساعة أو 0.5 طن أو الكلام ده يعتبر كله شغل مزارع، إذا عندك مزرعة خاصة بيك وعايز تصنع علفك بنفسك. طاقات الإنتاجية الصغيرة لا تصلح إلا للمزارع الخاصة بالفرد اللي هو عنده مزرعة أرانب أو مزرعة دواجن وعنده قطيع ومش عايز يشتري علف من بره، لتفادي نظرية العلف المغشوش اللي هي منتشرة في السوق. نرجع لكيفية اختيار البريسة أو المكبس المناسب لخط الإنتاج العلف بتاعي. أول شيء لو أنا هشتغل علف دواجن وأتخصص في الدواجن فقط لا غير، بينصح دايما بالمكبس الجير بوكس. الجير بوكس الجير بوكس الجير بوكس مكبس سريع، مكبس بيكون عملي جدا في انتاج علف الدواجن، اذا الجير بوكس في حاله انتاج علف الدواجن فقط لا غير. طيب فرضنا ان انا هبدل ما بين الدواجن في السيزون وهغير، دايما بنصح العملاء بتوعي او بنصح العميل الجديد ان انت تخليك في المكبس السيور مش الجير بوكس، لان الجير بوكس صيانته غاليه ومشاكله. لو انا غيرت من دواجن وعملت علف مواشي او ارانب، طبعا تركيبات علف المواشي والارانب او العلف الحيواني بتكون الالياف عاليه جدا، زي الدريس الحجازي، السرس او رجعه الكون بتاعت الرز، مستخلص بذره القطن، مستخلص عباد الشمس، دي بتكون الياف عاليه جدا وبتكون صعبه في الكبس، فبتاثر على مجموعه الجير بوكس. تمام، برضو السوق عرض وطلب سواء في الجير بوكس او السيور، ليك انك تاخد برأي وليك انك تاخد براء حد تانية، وهي مدارس عموما. في كلتا الاحوال ايضا لابد ان يكون المكبس 2 كونديشنر طباخ، 2 كونديشنر استانلس كروم، المكبس عندي لابد ان هو يكون 2 كونديشنر. اثنين هنا 2 كونديشنر اللي هو الاولاني دوت اللي بيدخل عليه البخار، والرقم 2 والمغذي اللي فوق دوت اللي بيركب عليه
الخزان اللي بينزل فيه الخامات العلف. هنا الكونديشنر رقم واحد والكونديشنر رقم اتنين. ايه فايدة الكونديشنر اللي بيدخل من خلال البخار ده؟ بيعمل عملية خلط ثنائي، لما العلف او الخامة بتيجي من الخلاط على الخزان فوق هنا بينزل بيعمل عملية خلط، بعد ما بيتغذى ويتلقى من المغذي بينزل للكونديشنر رقم اتنين. كل دي عمليات خلط بتدي تناسب وتجانس الخامات، ان العلف الخاص بيا او البراند الخاص بيا لما بينتشر في السوق بيكون ذو سمعة وبيكون متجانس في جميع الاطنان اللي انا قمت بشرائها من المصنع، فبيأثر على القطيع بتاعي في مزرعتي سواء دواجن او سواء مواشي او ارانب. لازم يكون المكبس الاثنين كونديشنر او المغذي او باب المكبس لازم يكون ستانلس واستلمه مغناطيس، بحيث ان هو يكون فعلا ستانلس 304 غير قابل للصدع علشان ما يقابلش مشاكل فيما بعد. في عوامل كتيرة جدا بشرحها للعميل بتاعي اللي بنورني في الشركة في كيفية الحصول على مكبس مناسب لخط الانتاج الاعلاف. في اكتر من 30 بند هيستغرقوا وقت سوف نقوم بسردها وشرحها لاحقا في فيديوهات اخرى بامر الله تعالى. ده فيما يخص المكبس. ننتقل لمرحله احد العناصر اللي هي الخاصه بالفقرات او العمود الفقري لخط الانتاج اللي هو غرفه التبريد. غرفه التبريد مش عمليه خزان هيتم سحب منها الهواء الساخن وخلاص، لا انا ممكن اروح اعمل اي خزان في اي ورشه ويسموه غرفة تبريد. غرفة التبريد لها معايير ومقاييس هندسية معينة لابد الالتزام فيها. كل سنتيمتر مكعب في غرفة التبريد لابد ان هو يتناسق مع العملية الطولية بتاعت الابعاد، سواء المتر الطولي او المتر العرضي. تمام. عملية شفط وسحب الهواء وعملية الضغط من خلال البلور وعملية السنسور اللي هو بيقوم قافل على البوابة او الغربال اول ما يستشعر حدوث العلف الساخن، فبيقوم قافل البوابة اسفل المبرد بحيث لا يتساقط او يخرج المنتج وهو يكون لسه ساخن وفي رطوبة. فده اذا خرج المنتج هو في رطوبة او ساخن بيعمل عملية خضار او عملية اللي هي بيصاب بالبكتيريا او الفطريات الطحالب القدرة لما بيدخل على بعد ما بيطلع من التعبئة، وبيستغرق مثلا عملية 3 ايام في التخزين. اذا عملية اختيار غرفة التبريد مهم جدا 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 لا تقل عن المكبس، لانها هتقدر تحدد نسبة الرطوبة ايضا في موضوع المنتج بتاعي. لو انا في شركات تجارة او مثلا هتاخد مني كميات للتجارة وتوزع على المحلات هقدر اكسب ثقتهم لو المنتج بتاعي فعلا تخزينه او تصنيعه، انا اسف، تصنيعه تم بطريقة جيدة وتبريده وسحب الرطوبة بطريقة تتناسب مع الخامات بتاعتي اللي انا كلفتها بحيث ان هي تقعد اطول فترة تخزينية في المخازن. انما اذا لم يتم عملية التبريد بطريقة تتناسب مع مقاييس العلف الحديث في الفترة الحالية وفي العصر الحالي هخسر كتير وهخسر سمعتي انا كمصنع وكمورد للاعلاف وهخسر البراند الخاص بي. ننتقل بعد التبريد في اللي هو الجهاز الكريمبل او المفتت اللي هو بيحدد لي العلف البادي المفتت، العلف البادي المفتت اللي هو خاص باعمار الدواجن من سن يوم وحتى 15 يوم. الكريمبل مهم جدا لان هو بيبقى قايم على سلندرات درافيل بتعمل عملية تفتيت العلف بحيث ان هو يتناسب مع اعمار الطيور او القطيع من الدواجن من سن يوم حتى 15 يوم، لان الطفل لما بيتولد كده وبينزل من بطن والدته او بطن امه مش هينفع ياكل قطعة لحمة كبيرة مرة واحدة، لان لو انت حطيت فوق قطعة لحمة
اكيد هيقطع نفس، اكيد هيموت، اكيد مش هينمو، اكيد مش هيستمر، اكيد هتقابله مشاكل كتيره جدا. والى ان نلتقي في الدرس الثاني لشرح اساسيات اختيار المعدات الاساسيه لانشاء خط انتاج اعلاف، بحيث نتفادى الخسائر ونتفادى وقوع في اي مشاكل، وايضا ان نواكب احداثيات انشاء خط انتاج علف يتناسب مع احداثيات تكنولوجيا اختيار خط انتاج علف حديث.